بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم منتشر في الكلاود كومبيوتنج والبيج داتا والداتا ساينس اسمه الفانكشنال ديكومبوزيشن او التاسك باراليزم. المفهوم كله قايم على فكرة الكومبيوتيشنال، يعني ملوش دعوة بالداتا ولا تقسيم الداتا ولا حاجة. لا، انا عندي تاسك واحد، وليكن ان انا احسب مثلا المتوسط بتاع مثلا المشاهدات مثلا في صفحة او في فيسبوك او في تويتر او يوتيوب، يعني مليارات من السجلات. المتوسط معروف ان هو بتحسب على اكتر من عمليه، المجموع على عدد يديك المتوسط. فبتبدا تعمل ديكومبوزيشن للتاسك ذات نفسها، يعني اقسم التاسك لتاسكات صغيره. يعني ابدا اقول والله انا هبدا اشتغل على مثلا التاسك بتاع اللي بيجمع او بيعد السميشن، يعني دي مثلا بروسيسورز معينه تشتغل عليها او نودز معينه في الكلاستر تشتغل عليها. وعندي والله مثلا اللي هتعمل ده المجموع، والعدد مثلا اللي هي كاونت هتشتغل عليها ايه اجهزه تانية، واللي هيستقبل السبمشن والكاونتس ويبدا يشتغل على الافريج يبدا يبقى اجهزه تانية. تبدا انا عملت ايه؟ عملت البروبلم انستراكشن سيت، قسمتها الى مجموعه من التاسكس بدل الاوفر اول تاسك اللي هو التاسك الرئيسي كله، قسمته لمجموعه من التاسكس وبدات اوزع كل تاسك على ايه؟ على بروسيسورز موجوده عندي، وكل كله بقى جهاز بيقوم بتاسك او ممكن كذا تاسك مع بعضهم يعني الى اخره. وفي الاخر بتتجمع التاسك والنتيجه الايه؟ النهائيه. ده كان فكره الايه؟ الفانكشنال ديكومبوزيشن.